بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في جزيرة فوكوك تايلاند في فندق هوليدي إن إكسبريس. نصور لكم غرفة من نوع ستاندر. هذا النوع من الغرف أو الفندق كامل يعني يحتوي على نوع واحد من الغرف وهو الستاندر. الفندق حديث وموقعه ممتاز وتصنيفه 4 نجوم. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا. أيضا نحن نصور لكم هذا النوع من الغرف، سريرين منفصلين ولديهم أيضا كينج بيد. جميع الغرف في فندق هوليدي إن إكسبريس تطلع على المسبح وعلى الحديقة. لا يوجد إطلالة مباشرة على البحر. الفندق مصنف 4 نجوم، مستوى حديث جدا. هو الفندق يوجد لديهم 7 مباني للفندق، وكلها نظام واحد ستاندر روم. هذه هي دورة المياه. هنا يوجد الشطاف. هنا الشوارع. تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.